فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. يقول: لماذا قال ذلك؟ لأنه جمع بين الله والرسول في ضمير واحد، ومن يعصهما، والواجب أن يقول: ومن يعص الله ورسوله، كما في القرآن: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. نعم، لأنه يفهم أنه ما يأثم إلا إذا عصى الله والرسول جميعا، مع معصية الرسول وحده أيضا فيها إثم. نعم.